هلا انت كل يوم بدك تطلع على دمرة ترجع الصبح، نام هون وكل جمعة بتطلع مرة بشوف اهلك. ايش بدي ساوي يا زعيم؟ ما ابي سايل، لازم اطلع لانه امي وابي ما بيتعشوا غير ما اجي. لا معك، خلي هدول معك. يا زعيم انا ما باخذ حسني من حدا. لك شو حسني ما حسني؟ هدول دفع على كراك. ضبن زعيم، انا اجيت على الحارة تاشتغل وما امد ايدي لحدا، مو معقول امد ايدي وانا مو بحاجة بعد ما رب العالمين رزقني، مزبوط؟ الله معك. دعينا. مع السلامة. الهو وجهك. يا عمي ابو زاهير، من الاخير انا جاي اطلب ايد بنتك ياسمين، ومستعد ادفع لها مهر 100 ليره ذهب. بقى شو رايك؟ 100 ليره ذهب؟ اي نعم، وإذا بتوافق بكرة بنكتب الكتاب، ومستعد أخذ لها بيت هون بالعمارة لحالها. شو قلت؟ ونحن عم نستناك أنت والشيخ بكرة لنكتب الكتاب. لك وين الشاي يا حريم؟ أهلين بالصهر والله. لك على راسي يا عمي أبو زاهر، على راسي. ستنام. أنا اليوم حكيت مع الزعيم وقال لي بكرة بيرد لي خبر. ومنين بده يلاقي أحسن من يونس؟ حرام الزلمة حكى وقال ما رح يلاقي لا بأدبه ولا بأخلاقه، بس بتعرفي بده يسأل أخته. معناتها مثل ما قلت لك زكور، خلص فاضل، اعتبر يلي بدك يا صاح. كتير منيح، على الحالة بكرة منحكي. خلاص بعيوني. فوت شرب شاي. يلا خذ لنا طريق. والله يمكن تعرف جوز يكونوا الحريم سهرانين، خلاص أجلها لبكرة. ايوه. شو علي؟ يلا علي زكور. علي حبيبي، مع السلامة بأمان الله.